بسم الله. بعد ما خلصنا خلاص ال HTML عايزين نبدأ بقى على الفيو موديل ده اللي هيبقى فيه داتا الكاستمرز ويبعت لنا الداتا. فدخلنا على كاستمرز جوه الفيو مودلز، دخلت على كاستمر فيو موديل الفي ام. هعمل ايه؟ هعرف فاريبل، الفاريبل ده هيشيل جيسون هنحط فيه الداتا بقى خلاص. فقمت معرف ليت، خلينا ليت و سميته كاستمر فيو موديل، كاستمر فيو موديل، وفتحت الجيسون بتاعي وهبدا اعرف جوه كاستمرز. ده الاليمنت كاستمرز عشان يبقى نفس الايه الاسم اللي احنا بنعمل فور ايتش عليه. وعملت كولون وهعرفه از ايه، از اري. تمام كده، واجي في الاري الجميله بتاعتنا ديت اللي هي كاستمرز. ايوه زي ما احنا عرفناه في الفور ايتش بالظبط، لان هو بيلف على الاري دي، فلازم اعرفه فوق كاري بنفس الاسم عشان يستلم الاسماء صح. جواه بقى كاست نيم وكاست ايمج، وتلاحظ كاست والاي نيم شغال كامل كيس يعني. فهخش جوه كاستمرز هقول له انا عايز اول اليمنت عندي ادي اوبجكت، لانه مكون من تو بروبرتيز خلاص. اوبجكت في كاست نيم مثلا، وليكن مثلا محمد مثلا النجار، ده كده اول اليمنت موجود عندي، اول بروبرتي جوه الاوبجكت خلاص. واحط بقى كاست ايمج عشان يجيب الايه الصوره بتاعته. قلت له ايه والكاست ايمج بتساوي، وادي له الايه المسار بتاعها طبعا، لازم تكون ايه كولون وبره. بعد كده اخش على ايمجز ومثلا صوره مثلا واحد دوت جي بي جي مثلا، او الصوره اللي موجوده عندي زي ما انت عارفها يعني. كده هو ده اول اوبجكت بالنسبه لي، اول واحد خلاص، ده اول واحد كده في الاري. ممكن اخد كوبي كده، طبعا تلاحظ كاست نيم وكاست ايمج اللي هي كاست نيم وكاست ايمج في الايه في الداتا بايند عشان اعرف يسلم، واخد من الاخ دوت كده كوبي ومنزل حاطط مين، حاطط الشخص اللي بعديه، واغير الداتا. فاقوم مثلا محمد نجار، او مغير مثلا ايه اخليه مثلا محمد مجدي، والصوره اغير مسارها مثلا خليها ايه ايمج 2 مثلا خلاص. والثالث والرابع والخامس الى ايه الى اخره، ان انا املى بقيه الايه بقيه الداتا بتاعتي بشويه بيانات زي ما احنا شايفين كده. حطيت شويه بيانات كده 10 كاستمرز، فيهم كلهم بالكاست نيم وكلهم ايه كاست ايمجز، وكلهم جوه الري اسمها ايه جوه الري اسمها كاستمرز اللي هتبدا ايه تمر. طيب هنيجي بقى الحته المهمه. طب الحته المهمه دي بتقول ايه؟ بتقول انا دلوقتي عشان اقدر اخلي الداتا دي تستلمها صفحه الاتش تي ام ال، اللعبه كلها بتاعت النوك اوت جت هنا. هو النوك اوت هيبدا هنا دلوقتي، بكتب كي او، اما اقول كي او يا شباب يبقى انا كده بتكلم على نوك اوت. هقول له ابلاي بايندنجز، يعني عايز اطبق الربط بالداتا دوت. هي دي بس القصه يعني، دي الكلمه السحريه اللي اتعلمناها في النوك اوت بس، ابلاي بايندنجز. وبعت له الكاستمر فيو موديل، وبعت له مين؟ الكاستمر فيو موديل بتاعي. كده اهو هيحذف النوك اوت الداتا هنا اهوت، وهيشوف الداتا بتاعت الكاستمرز وكاست نيم وكاست ايمج والكلام ده كله. تعال نشوف الكلام دوت هيقدر يعني يتفتح بالشكل ده ولا لا. انا هفتح كده الفيوز عندي، وادي صفحه الاتش ام ال بتاعتي، افتحها كده على طول عادي مفيش اي مشكله. لقيت عندي ادي الليست اوف اور بانك، قدامي محمد نجار وصورته، مجدي وصورته، احمد عمر وصورته، وبدا يجيب لي ايه صور الناس اللي عندي اهي، الاسم وجنبيه الصوره، الاسم وجنبيه الصوره. محتاجه تنسيق بس، الموضوع طلع بشكل سحري جدا وبسيط. ابلاي بايندنجز بس، دي اللي اتعلمناها من النوك اوت، طلعت لي المنظر الجميل ده كله خلاص. بس لو الداتا اتغيرت وعايز اعمل ريفرش على الصفحه بتاعتي، يبقى اقول له الداتا بقى اللي هي الاري دي، خد بالك بقى انا هبدا اعمل ايه، هبدا اعمل قوسين كده على الداتا كلها، عايز اقلق افهم النوك اوت ان لو حصل تغيير ريفرش على الصفحه. فاقول له نوك اوت كي او دوت اوبزرفبل اري، في عندي اوبزرفبل عشان يبقى دايما ملاحظ، معناها ملاحظ يعني او مشاهد، يلاحظ الداتا بس ده حصل في اي تغييرات يظبطها على الشاشه. هنا عشان الداتا عباره عن اري، فقلت له اوبزرفبل اري يعني لاحظ الاري دي، بحيث ان بعد كده اول ما ان شاء الله يحصل فيها اي تعديل من داتا جايه من داتابيز، جايه من اي بي اي، جايه من غيره، اوتوماتيك تلاقي الكلام دوت بقى ريفرشنج على مين؟ على الصفحه. يبقى دي تاني حاجه اتعلمناها في الايه؟ في النوك اوت اللي هي الاوبزرفبل ايه؟ الري. طبعا مش هنحسها دلوقتي لان الداتا اصلا كده كده ما اتغيرتش، لكن دلوقتي حاليا لو الداتا بتريفرش وبتتغير هتلاقي ان الايه؟ الديزاين بتاعك بايه؟ بيرفرش وبيتغير اوتوماتيك بسبب الايه؟ النوك اوت اوبزرفبل الري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.